انا معايا اللواء احمد طاهر الخبير الامني، واللي كان الحقيقه مسؤول عن ملف فتيات التيك توك في مباحث الادب. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. انا فتاه الهوهوز دي طلعت في المقدر النهارده وامبارح وطلعت ترند، واكتر من حد يعني يشكو من برضه هي وجوزها بقى كمان الابتذال اللي موجود في هذه الفيديوهات. تمام فندم. تعامل مع مثل هذه مش عايز اقول ظاهره، مثل هذه الاحداث او مثل هذه الاشكال ازاي؟ والله يبدو سعادتك ان احنا امام ظواهر اجتماعيه مريضه نفسيا بدات تنتشر بشكل غريب في المجتمع المصري. يعني احنا لما بدانا بقضايا عندما كنت في الخدمه في جهاز الداخليه بدانا بحنين وموده وسما، والناس دي كانت بالنسبه لنا دي اشياء فظيعه جدا. لكن يبدو ان الامور بتتطور، خرجت عن اطار العقل والمنطق والدين. مش مجرد بنت بتطلع مبتذله وترتدي ملابس مخله وبتمارس هذه المواضيع، اصبحت الان دخلنا في الراجل التيوس اللي بيتقبل ان هو يسعى لهذه الافعال مع زوجته للعامه مقابل بعض المبالغ الزهيده. يعني الموضوع مش مربح كما الناس متخيله. يعني احنا لو سيبنا الموضوع بالمنظر دوت هتبقى عامله زي السرطان في المجتمع المصري، وللاسف في انفلات اخلاقي شديد جدا داخل المجتمع. لو سيبنا هذا الموضوع دون عقاب رابع اظن الموضوع ده مش هيعدي على خير، وهنشاهد مئات بل الاف الافلام بنفس هذه العمليه. طيب هل القانون يرضع ده يا سياده اللواء؟ القانون يرضع مثل هذه السلوكيات او هذه الفيديوهات؟ والله هو القانون يعتبر الراجل ده بالنسبه لنا قواد، بيمارس اعمال الاعلان عن زوجته للممارسه الجنسيه ونشر محتوى اباحي على المجتمع المصري، وفي تعدي على قيم وخطات المجتمع. لكن كلمه التعدي على قيم وخطات المجتمع دي انا ما زلت رغم صدور القانون ومحترم للقانون كلمه فضفاضه، لازم القانون يكون اكثر تفسيرا لهذه الافعال ويكون اكثر ردعا برضه لهذه التصرفات. بتطالب بايه حضرتك؟ يعني ايه اللي ممكن نقوله لاعضاء البرلمان من اجل ان يكون القانون رادع حتى لا تظهر مثل هذه الفيديوهات؟ انا شايف ان اتمنى من ربنا يعني ان القانون يكون اكثر ردعا، واحنا مش هنقعد بقى نحاسب البنات ونحاسب الناس على تصرفاتها فقط. لا، احنا عايزين نحاسب كمان التطبيقات الالكترونيه. انت النهارده عندك ذكاء اصطناعي وعندك ناس بتراقب تصرفاتك، انت طب انت مسامح ليه بالكلام دوت؟ انت ايه هدفك؟ احنا لحد امتى هنقعد نقول التيك توك ولايكي والناس دي بتعمل الكلام دوت، وندور على بنت عندها 16 سنه و15 سنه عشان نحاسبها؟ التطبيق نفسه لازم يتحاسب. التطبيق بس ده يعني ده بره، هل نحجبه مثلا؟ يعني انت برضه هنخش هنا في سكه يقول لك انتوا انا مش عارف، في بعض الدول طبعا حاجبه ده او اشهرهم الصين يعني وايران وغيرها. انما لو ده التطبيق مش بره سعادتك، التطبيق موجود وله افرع في القاهره. انت قصدك نمنع المكاتب والافرع اللي هنا ولا نمنع التكنولوجيا؟ ما هي منع التكنولوجيا دي مكلفه. ما هو في مراقبه للتكنولوجيا، في حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي اللي بيراقب تلك التصرفات وبيوقفها بيموتها من الماء. هو لا يبذل اي جهد ان هو يوقف تلك الافعال الفاضحه على المجتمع المصري. أنا معلوماتي إنك عشان توقف التطبيقات دي محتاجة أموال، محتاجة تكلفة عالية. لا، وفي قانون موجود عندنا في مصر بتاع حد المواقع الإلكترونية اللي فيها تعدي على قيمة المجتمع المصري، ليه ما انفعلش هذا القانون؟ ليه الناس اللي رفعت قضية على البنت دي ما ترفعش قضية على التطبيق نفسه وتمنع المهزلة دي بدل ما تنتشر في الشعب المصري زي المرض اللي إحنا فيه ده؟ تمام، بشكرك جدا سيادة اللواء الخبير الأمني أحمد طاهر، كل الشكر لحضرتك.